سنة بن عمرو عادل همامي بالله تحية لسنة سنة نحبها برشا من أفضل أقلام نسائية أنا نحبها برشا سنة ماجري صحفية شوف أنا راني أنا ثم أسماء خلينا نكمل من بعد أنا خاطر خدمت معاها دونك نعرفها أي كمل فاميلي كمل فوالا جيل نتاع تو ثم الشيخاوي ثم مفيدة خليل هذوما على الأقل أنا نحكي أنا أرابوفون دونك ما نمشيش برشا وقفت غادي لا لا هذوما جدد راهو ثم ناس بالوقت باش تنضج وتتاكد الاسماء نتاعها راه ثم ناس راك ما هو كل شيء يولد صغير ويكبر حشاك كان الحزن كما قالها الشاعر التركي الشهير ناظم حكمي ما تنجمش في نهارك تولي صحفي جيد لكن بذور الجوده تبان من خلال بلومتك من خلال اقول تمظهرك المهني اوكي اسكو انت فاهم روحك وين ماشي وين جاي بالوقت باش تولي عندك الدربه التجربه العلاقات الخبره نعرفش انا تفهم التغارير نتاع الدومين وقتها بلومتك ستكون انضج وشامله وتسيتيرا وانا شنو نقولها ديما يعني الجوده واضحه فاضحه كيما الرداءه الجوده باينه والرداءه باينه كان انت صحفي جيد راه ما تنتظرش باش واحد ينافقك يقول لك لا انت ماك جيد 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 والما هو جيد ما هو جيد خدموا معايا عشرات وتعداوا كان هذا لو ديبا بالحق موضوع مهم تحية في مالي كان ما الأمور حاربوا في السياحة الثقافية فوالا رمزي نشكرك برشا اللي جيت بحضرنا الليلة ميرسي بوكو خلي لك كلمة الختام يعيشك ميسا محلاها لما متاع الليلة نشكركم انتوما زادة والله معناتها فخور برشا اللي أنا بحذاكم معناتها يعطيكم الصحة نحب نشكر ناسي وحبايبي وصحابي نحب نشكر زوجتي أسعدني تو نشكرها خلة بيت برا نشكر زوجتي برشا نقول راني نحبك برشا وان شاء الله ربي يفضلك ليا وان شاء الله ربي يدوم معشرتنا ميرسي للناس كل احبابي اصحابي اي واحد ان شاء الله ما ننسى حد خاطر انا مرة فاتت نسيت نافع دونك تغشوا برشا دونك ميرسي لاي واحد معناتها اصحابي كل ميرسي نحب نقول عزيز كواف اللي قد لي شعري اليوم عزيز كواف في حي الواحات العوينه ميرسي لكم انتم الناس الكل نحبكم برشا وما زالت البرمجه نتاع هل تعلم كيت شو متواصله انتاج جوكر برود لخويا صديقي بلال بن سليمان واخراج حاتم العشيشه كل شيء تلقاوه على الباج نتاعي والا على الانستغرام نتاعي كل التواريخ اللي ما زالت ميرسي لك انت زاده ميسه عايشك ميرسي بوكو رمزي عبد الجواد كان ضيفنا فاصل وراجعين تركان ليسباس فاميليال هذايا معاك طارق دونك شنو نلقاو؟ بالنسبه لتركان هي ريستورون سبيساليتي ترك في البوني سود الزهره الوحيد ديجا الموجود في البوني سود لودكم هو اسباس فاميليال ودونك عندنا البلا فاميليو معناتها هذا الحاجه الباهيه معناتها احنا عندنا دي بلا بيرسوناليزي معناتها بلا بور اون بيرسون وعندنا دي بلا تمس دو بيرسون تروا ا سي بيرسون معناتها حتى كي تجي بعدين التركان تلقى دي بلا فاميليال معناتها تاكلوا مع بعضكم ليسبري فاميليال ومرحبا بكم. فوالا دونك نشوفوا الفيديو يا. كل الحضور وكل مشاهدين ومرحبا الناس الكل. يعيشك مرحبا بيك. الحصة اللي فات شفنا الكليب نتاعك كانت اقترحته علينا مريم العبيدي تحية لها اليوم غايبة مريضة إن شاء الله لاباس مريم اقترحته علينا قلت الجمعة هذه لازم يجي بحضنا شفنا الكليب لازم يجي هو لازم يجي فوالا مرحبا بيك دونك عندنا فقرة احنا اسمها ميديائي اللي نرجعوا على الاخبار اللي دارت في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في السوشيال ميديا دونك بصفه عامه نمشيو الميديائيين مريم العبيدي متغيبه ربي يشفيها دونك مينا باش تقدم الفقره اليوم شو عندنا في ميديائيين يا مينا في ميديائيين اليوم عندي اول خبر مطار تونس قرطاج تحتل مرتبة 239 والأخيرة في ترتيب أفضل المطارات في العالم بيان سور نشر موقع هيلب اير هيلب المختص في تقييم وترتيب شركات الطيران والمطارات في العالم قائمة أفضل المطارات على الصعيد العالمي لسنة 2024 الذي تصدر مطار أحمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة وقد حل مطار تونس قرطاج
المرتبة الأخرى مالوغوزمون اللي هي 239 والأخيرة والأخيرة الأخرى تسمع عبد الجليل حاجة مش غريبة عليها معناها حاجة نورمال على الأخر وكل هذا ودار وخذا حظ وأقول من الغبار على أنه المصادر موثوقة أي لا مصادر موثوقة خاطر هذايا في العمل البوليمي هو الإشكال أنه المؤسسة اللي عملت التقييم هذه توقفت عند 239 لا في العالم ثم 4000 مطار مدني دونك اذا كان في 4239 ما تسميش حاجه خايبه، لكن احنا المطار نتاعنا اللي تاسس عام 72 باش يهز زوز ملايين مسافر اللي هي ام زوز ملايين وقت تونس دخلت في ثقافه السياحه فهمني؟ ثم مطارات موجوده تو في الخليج لم تكن موجوده. العشريه هذه اللي فاتت اضرت بكل القطاعات في تونس واكثر حاجه اضرت تقريبا هو مطار تونس قرطاج. حتى مطار النفيذه اللي جاي باش يعوض ما نجمش يعوض اعتقد مطار تونس قرطاج هذا ناقوس خطر باش يعاود ويهيكلوه من جديد وتوسعته واللي ما الامر نقله او عندنا اوتيك كان فيها مشروع مطار نقل المغادي لانه اصبح مكتظ ومعاش ينجم يستجيب ربما لثقافه مش اكتظاظ ذاك هاو عبد الجليل تو نرجع لك مش اكتظاظ ذاك هاو لا يا مان راه وين سافرت برشا بالحقيقه دول خلينا نحكيو على دول عربيه ما نخرجوش ياسر معناها فما فرق كبير طبعا فما فرق كبير اللي احنا اسسنا لهم المشكله احنا ما عرفناش نتطوروا طارق انا بالنسبه لي انا التقييم اول حاجه لازم يكون تقييم ذاتي الرتبة 239 10 20 هذه جزئية بالنسبة لي ما تهمنيش، أنا كتونسي أفتخر بروحنا تونسة. طبعا. لكن طبعاً. الواقع اليوم كمطار قرطاج ما يمثلش تونس. وجهة البلاد. ستة في نورمال. لهنا الاكتظاظ أكيد، احنا ماذا بينا السياح والتوانسة المواطنين اللي جايين من برا ماذا بينا ما نفكوش، لكن لو بروبليم ساعة بزير البلوك سانيتير نتاع مطار قرطاج، النظافة، كليماتيزاسيون، لي فو بلافون، تدخل الدور البارتير ما ثماش ما لا البارتير هذاك بعكس الديفو ومستوى تونس، احنا هذه مطار تونس قرطاج من السبعينات 72 من السبعينات عاد قبل ما نتوجد انا في الدنيا اي البارتير ذا هاني عمره ما ثماش صحيح. ما ثماش وزاد كما قلت انت مطار رفيظه كيفاش تحل مطار رفيظه بالمستوى هكا وتبارك الله ما شاء الله راهو مع اون تيرم معناتها كوتي جيني سيفيل وكوتي استيتيك حاجه من اروع لكن مش يخدم كمطار لازم يفوت افوار البلاتفورم الانفراستركتور لازم متروات وكذا توصل المطار مش سهل على العباد وتعطي الامكانيه لكن ثم ما بين الاصل مواضيع ما انا ما نجلها ما نعرفهاش كمواطن بسيط واتشرف بروحي كرسي لكن ما نحكيش فيها ما نطرقلوش موضوع اليوم هي رتبه 239 وتدهور مستوى مطار قرطاج اليوم ما لازموش يكون ماساه وشيء اسف واضح ما مختصر الحديث احنا نجموا نقيموا رواحنا وحدنا معناها كي هو يجي يعمل لي ملاحظه على مطار بلادي انا يوجعني الكلام هذاك ويقلقني طبعاً. فوالا دونك احنا كي نحكيو هكا راه ماناش نهاجمو فيكم ولا نهاجمو في الموضوع بالنسبه سمحنا. حتى مثلا انا تو ما حكيتش لا على طعام لا على اعوان لا حتى ما نحكيش عليه خاطر نعتبر لي كل واحد يمثل روحه انا حقيقه كل ما نمشي نلقى كان المعامله الحسنه وانا مانيش روبير بوتيتر خاطرني اعلاميا نلقى المعامله الحسنه ما نعرفش دونك لازم الناس المواطنين عاديين لكن معناتها وانفان تكون كل واحد يمثل روحه معناها تنجم انت النهار هذاك تلقى عاون الفلاني مش في صحنه نقولوا احنا والا دونك يمثل روحه ما نجمش انا نحملوا مسؤوليه مطار وغيره. الحاجه الخايبه في الموضوع الكل وانه احنا في نهار من النهارات كنا احنا نعاونوا في برشا عباد برشا دول باش يعملوا مطارات وباش يتقدموا وكل شيء اليوم ولينا احنا مالوغوزمون حالتنا ما نحبش نقول حاله المطار بتاعنا تحت الصفر.